اعرف شغله وحده، هنا الايجارات غاليه. نعم. يعني حسب ما عرفت يقول لك هنا اقل محل بمليون ونين، مليون يعني يمكن مو؟ هنا المتر بيش؟ شارع المستودع يمكن بسبعه. سبعه؟ لا عاد ياول وصل 15 مليون. ما اعرف. ما تعرف؟ لا ما اعرف. ماكو 15 مليون. لا ما وصل. ماكو 15، قول بسبعه مو؟ ايه. مو هواي؟ هواي، شارع عمر باربعه بخمسه. يعني كلش هوايه. هوايه طبعا. هواية. يعني مبالغين مليون. بالاسعار جدا هواية. اي هواية. زين هذا الموضوع الارتفاع صار قبل الاعمار بعد الاعمار؟ هو تجاري. لا برا الاعمار. اه برا الاعمار صار. قبلها لا. لا لا اسعار عادية. ورا الاعمار لا علقت. 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 عمي الله يكون بعون الفقير. طبعا الحمد لله. والله الله يكون بعون الفقير. الحمد لله. الله يزيدكم. شلونك يا عمي؟ شلونك اخوي؟ شلون صحتك عمي؟ شو اخبارك؟ الله يحفظك. امورك شلون؟ الحمد لله. ان شاء الله زينه. الحمد لله الله يسلمك. شلون السوق؟ والله السوق صفر على الرواتب. اول 10 ايام مني وزعوا الرواتب السوق زين. ايه. ورا العشر ايام صفر. ايه. عالم عاش على الرواتب خويه. ايه. هي الله ثم الراتب. اول ما ينزل الراتب 10 ايام السوق فول كلها تشتغل. وراها لا والله تلقط. ايجارات غاليه والله يساعد الفقير من علايمك. الله يساعد الفقير. الله يكون بعون الفقير اخوي. عالم تعبانه. احنا هنا 24 ساعه بالسوق عالم تعبانه حيل. صح انا شفت الاعمار وشفت الشغل بس دا انصدم بحكي الناس. اي عالم تعبانه. احنا بالسوق من الصبح لليل والله هنا عالم مسحوقه. تجي عالم يعني تعال ابو الشهيده. ايه؟ ايه. والحمد لله رب العالمين. الله يزيدك. الله يسلمك عمي. الله يحفظك. على راسي حياك الله. انت تبيع هنا تمر يا حجي؟ تمر تمر انا عندي. ونوع تمر نوعيه نوعيتين بس ماكو بعد اكثر. لا قاعد ينزل مال هيت عمي هواي نوعيات. اي بس ماكو هسه السوق خلاص يعني المغربيه الصبح تعال. الصبح تلقى. شنو نوع التمر عندكم؟ تقريبا قاعد ينزل هسه حاليا 10 15 نوع مو اكثر. هسه تجيبون انتم 15 نوع؟ اي تقريبا. 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 بايش كيلو التمر؟ والله اكو ب 1000 ونص واكو ب 1000 واكو ب 3 ونص واكو ب 4 واكو ب 15 حتى. اي بس احنا ما نجيب هذا ب 15. غالي. اغلى شيء عندنا ب 3 ونص.